السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة متابعي كل جروبات الصيد يعني على مستوى العالم، تحية وتحيات لكم جميعا. وبالنسبة للأخوان اللي بيستفسروا من إنه ما هي أجود أنواع الحباسات للاستخدام بالنسبة لصيد البلطي، يعني احنا في المقطع الفات يعني اتكلمنا في إنه الحباس ده فيه أكتر من نوع، في الحباسات التقليدية وفي الحباسات الحديثة. الحباسات التقليدية يعني زمان انت بتجيب لك قشة وبتغزها في الفتحة بتاعت السير الموجودة في الفلينة وبتشتغل عادي، ومرات في ناس بيجيبوا ويطلعوا السير بتاع البلاستيك، شوال البلاستيك، وبيستعملوا برضو حباس. لكن الحباسات الحديثة هي بتنقسم لنوعين، اللي هو الحباس حباس الفراشة وحباس البلاستيك. وده هو حباس الفراشة، يعني الحباس ده بتاع الفراشة ده بيستخدم كيف انت بتغز الحباس ده في الفتحة بتاعت البلاستيك، الفتحة بتاعت البلاستيك او السير الموجودة في الفلة بتغز الحباس ده، والفلة في اللينة بتكون ثابتة. لكن طبعا دي انا بنصح بها الناس ليه، يعني انت في غرق بسيط زي متر متر ونص، يعني الصيد داخل الولاية هنا مثلا في كل المضارب الموجودة داخل الولاية باختلاف أماكن تواجدها، فممكن تصطاد بالحباس الحباس على الفراشة ده، ممكن تغزه في السير وتصطاد بيه عادي كلها بتكون ثابتة. لكن انت كل ما اتجهت جنوبا يعني ابتداء من الخلوات للقطين لقبة الصايم للشيخ موسى لأركس لخور الصنف للدناجيلة للفشاشوية لقولي البان أم حار البريمة ود البلال، يعني دي مناطق الغرق فيها بكون عالي، مرات يصل الغرق لخمسة أمتار أربعة أمتار ثلاثة أمتار ونص. فانت الحباس ده بتاع الفراشه ده ما بساعدك هناك وما بكون عملي، باعتبار انه انت هو بيدقر في راس العصايه فوق بيدقر، وده ذاته الحباسه المؤخره بتاعته دي مرات بتخش في الفتحه بتاعت البلوبه الفوق، فبيثبت لك العصايه وممكن تفك لك السمك، ولما تيجي ترفع السمكه ما بترفعها انت بارتياح. فانا ما بنصح به انه زور يشتغل به بالذات في المناطق اللي ذكرتها انا اللي بيكون فيها العمق طويل يعني. لكن بالنسبة للحباس المريح الثاني اللي هو حباس البلاستيك ده حباس البلاستيك، يعني ده حباس يعني مريح جدا. انت ممكن تدخل الحبة الاولى وتدخل الحبة الثانية، باعتبار انه في العملية بتاعت انك انت تزيد الغرق وتنقص ممكن تفقد حباس واحد، اذا فقدت واحد الثاني بيكون موجود، اذا ما فقدت واحد الاثنين بيكونوا موجودات وصيدك بيكون تمام. ليه؟ لانه حباس البلاستيك ده ممتاز. ليه؟ لانه هو خش داخل المكنة، اذا الغرق بقى 10 امتار بقى 7 امتار بقى 8 امتار بقى 3 امتار الحبازة يعني حجمه صغير وبكون لافي مع المكنة جوا مع الخيط بكون لافي، يعني ده ممكن احدد لك يعني اكبر كمية بتاعت غرق بيشتغل معك ما عنده مشكلة، وبيخش وبيطلع في الفتحات بارتياح لانه يعني حجمه صغير جدا جدا ومجرب، والان انا ذاتي شغال به. ده حباس البلاستيك ممتاز جدا للغاية، انا بنصح اي زول يشتغل بالحباس بتاع البلاستيك ده. في الحباس الثاني حباس السلك سلك التلفون، يعني حباس سلك التلفون ده هو يعني حباس ممتاز لكن فيه مشاكل وبيعمل مشاكل في الخيط، يعني انت بتنقص الغرق وبتزيد الغرق وبتنقص الغرق وبتزيد الغرق بتلقى الخيط حصل فيه خدوش، لما تدق لك قطعه سمحه مرات الزول يقول لك انا والله العظيم دقت لي قطعه وقطعت مني، قطعت منك لانه حباس سلك التلفون ده جوه ذاته جوه البلاستيكه في سلك رفيع صغير كده لونه زي احمر، مع الاحتكاك والسخانه في الخيط ده هو اللي بيحدث الخدوش، السلك بيكون متعرى وبيبقى ظاهر بيعمل لك الخدوش في الخيط، وانت بعد كل فتره يعني تطلع لك 4-5 امتار تقطعهم وترفع الحباس لفوق وانت ما جايب خبر في عمليه الصيد، برضه ثاني بتصهر الخدوش دي وانت صدق كده بيكون يعني تعبان وتقعد تقضي اليوم كله ربيت وجيب حباس سلك وجوطه زي دي. لكن الحباس الممتاز زي ما قلنا هو حباس البلاستيك ده، حباس البلاستيك ده ممتاز وكل ما خش المويه يعني بيزداد ليونه وبكون طري، يا لكن انت تدخل حباسين بدل واحد تعمل حباسين، اذا الواحد لا قدر الله اتملص الثاني بيكون موجود وبتكون صيدك كده في امانه الله وبتكون يعني ما في مشاكل ثانيه بالنسبه لك في الخيط.
طيب ده جانب. الجانب الثاني زي ما ذكرنا في بعض الاخوان ما مارسوا الصيد بصوره مستمره، يعني تلقاه شهر شهرين ثلاثه نسبه لظروف عمله، العده بتكون جوا المخزن ويجي يطلعها طوال شباب البحر، يعني من غير انه هو ما يراجع الخيوط ويراجع السنارات، فيصل البحر هناك يقول لك انا خيط ده بقى يتقطع والخيط ده ما نافع وبتاع العده اللي اشتريت منه خيوطه ما نافع. لكن الخطا منه هو لانه الخيط ده كله ما قعد فتره طويله في المخزن او تعرض لشمس فبيكون نشف، يعني المويه ذاتها باستمراريه بتلين الخيط. فانت يجب عليك الخيوط دي يعني كل شهر تراجع الخيوط وتغيرها، بالذات الناس الخيوطها بتكون في ظهر العربيه نسبه لظروف عملهم ما بيمشوا البحر باستمراريه. السنارات ذاتها مع الشغل الكثير السن ما بتكون حاده بتكون ماتت، يجب انت بعد كل فتره تغير السنارات وتراجع الخيوط وتراجع عدتك قبل انت ما تصل محل الصيد. واذكر اخواننا سالوني الحباز هو الممتاز بالنسبه للصيد بتاع البلاستيك ده، بتاع التليفون ده سلك التليفون ده ما نافع لانه بيحدث خدوش في الخيط وبدخلك في مشاكل وكله بعد فتره تقطع الخيط. ودي المعلومه اللي اوصلها لكم، وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.